عسلمة. عسلمة بس عايش من فضلك. يقول المواطن التونسي يعاني أكثر من اللي تتصوري. عانوا برشا 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 برشا. شنو يعاني بالضبط؟ من الأسعار، من فماش دويات، ما فماش حد شيء، فهمتي؟ كنا واقفين على الله، كل شيء كل شيء. انت مثلا في شنو معاناتك بالضبط؟ كلنا في غلاء الاسعار، في عندي غلظة الدم، ما نلقاش دواء، ما نلقاش برشا حاجات. الدويات اليوم مفقوده، السكر ما فماش يا بنتي. حاسه ان الدواء تفقد، شنو تعمل انت بالضبط؟ نقصت في الدواء على الاخر، عندي غلظة الدم، نقصت الدواء على الاخر وقعدت نشرب، قصت على روحي تقصيد، ما عادش ما نقدرش، ما عادش نقدر باش نشري دواء. وغلية الدواء، الدنيا كل غليت يا بنتي، مش ما حالة حليلة راه، وربي يستر والله. ايه شنو تعمل في حياتك انت؟ نعمل شوية تجارة كيكة، ندبر في راسي كاهو، والله غالي. ندبر في راسك، ماشية الأمور؟ كيكة برا، الناس ما عندهاش فلوس، ما عندهاش فلوس. يقول لك مضاعفة، يقول لك ما عنديش فلوس. هكاك خير من نقعدوا في الدار ونقعدوا في القهوة كاو. انت عامل يومي يعني؟ عامل يومي. القوت نتاعك كيفاش تجيبه؟ قوتي هاكا ندبر شوي منه وشوي منه، ندبر معناها نبيع حاجات، نشري حاجات نبيعهم. معناها تشري حاجة وتعاود تبيعها. ايه نشريهم بالجروب. ندبر 5000 4000 وخير من بلاش وكاهو. عندك عائلتك؟ عندي زوج وليدات ومرأة. متطلبات برشا برشا، ما عادش نجم. انا شريت دبوزة زيت عيترة زيت، فهمتي؟ 8000 واش مع الطماطم والفلفل والخبز 20 دينار. والله ب 20 دينار كلفت. خفت المواطن التونسي اليوم قديش تساوي؟ ما عادش على حسابها العباد. سير هاني قلت لك سلطة مشوية ب 20 دينار. لا سكر لا زيت، غلى علينا برشا 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 برشا. انا كي نذكر الزيت نهبل والله ياسر، من 900 فرانك ل 8000 وياش، ما عادش نقدر وما عادش. بنتي نحكي لك، شوفي انا نحكي لك كبو، ما عادش وما نحبش نشكي انا، فهمتي؟ غيرك نحبش نشكي. صغارك؟ كبار صغار؟ 18 هكاك. اقرا يا واحد، يقرا واحد خرج، ما نقدرش. ودك اللي بطل القرايه، معناها انت القرار هذا انه بطل القرايه قبلته بالسهل؟ كيفاه؟ جاب السهل معناها فهمت. مش باش نعمل؟ نمشي نهار واحد هكاو، نهرت على القرايه، ما عادش ما عندناش المستقبل احنا لاولادنا، راهو جاي. المستقبل ما فماش؟ فماش، فما خدمة ويكا، فما خدمة فماش. فما مش ما فماش، ما نسكروهاش. فما كانش باش تبعثوا الاختار وكا ويمشي يخدم اللي يجي في السما، شوفوا الواحد. عندي كبتي أنا تعبان وما تعبش ولدي. كبدة. في الحياة هذه لازم نتعبوا باش نلقاو. الله غالب، والله بعثنا عملنا مطالب وواحد ما فماش خدمة، فماش خدمة. ولدك اللي بطل القراية توا يعاون فيك ولا لا؟ مش يعاون فيه، شاد الدار مش يعاون فيه، يخدم نهار و 10000، فهمتي؟ مرمى واحد. ما عنيش. ما تخدمش؟ ما تخدمش. روحك انت المسؤولة؟ انا مسؤولة. وكل هذا حلال ساعات يعاونونا، هذا يعاون وخويا يعاون وخويا يعاون، هذاك باش عايشين. يعني عائلتك يقفوا معاك؟ يعاونوني ساعات، قديش باش يعاونوا بربي، ما ساعات الحمد لله. بالنسبة لولدك اللي مازال يقرا، احنا تو قادمين على القراية، الأدوات نيابا. نيابا كانوا نحن ربي ولا اللي سيعطيه ولا حن ربي. ولدك ما يتغشوش ساعات يقولوا لك ماكش موفر لنا؟ يعرفوني باش يعمل، يعرفوني باش يعمل، لا متقبلين الوضعية. كل عام خير من صاحبه، كل عام خير، عاملين خير من السنة، عاملين خير من السنة. أنا قلت لك دبوس زيت بس عاملين شريت فيها 8500، منين؟ كان 6000 ولا 8500، منين نجيبه؟ قلت لك السلطة مشوية متاع الزوالي ب 20 دينار كلفت. منين؟ شيء هبل، شيء ما كيفاش تجاري في الأمور أنت؟
قلت لك بشوي بشوي عاونوني قبيلتي بشوي بشوي هذه ونعاونوني فما ولاد الحلال زاد عاونوني فما ولاد الحلال راهم فما 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 الحمد لله مازال الخير في الدنيا اي مازال الخير في الدنيا مازال الخير في الدنيا باش نقول لك ما عادش رحمه في التوانسه لا فما لا فما انا ريت عباد فما فما لا لا فما وما يرقدش النوم ويصير يخمم عليك ومش نورمال لا فما فما مش كل اللي توفى الدنيا ما تقطعش رحمة ربي ما تقطعش الحمد لله فما فما اللي يبكي على واحد حتى براني براني شيطان تونسي من غادي غادي يبكي عليه حتى تزيري هكا السوريين يجوا يمدوا يديهم للطلبه الناس الكل تعطيها الحمد لله انا نخدم على روحي انا نحكيو زاد في الماء الضوء مقصوص عليا انا الضوء مقصوص قصوا عليا ما عنديش باش نخلص قديش جيتك؟ ما جاتني 80 دينار مخصوص 80 دينار ما عندكش ما عنديش طب نمشي ندبر يعطينيش خويا ونمشي نخلص فاش تعيش ما غير ذو شو نعمل هكا الشمعة نروحوا نرقدوا بكري اش عندكم تعيشوا ما غير ذو ذو قداش عنده قداش عندكم تعيشوا ما غير ذو جمعة جمعة الأولوية مازلنا الشمعة الشمعة نرقدوا بكري ايه نهار نبدا نصبر في روحي عبدي نهار ياخذها في ساحته ونمشي هكاك بولاد نهار نساعد روحي بالساسة بالساسة هكا انت الضوء قلت لي مقصوص والماء لا مازال دول ما معناها نبيعوا الكل ونخلص الماء الفاتورات قديش الماء تجي؟ الماء تجيني 40 50 اما في الصيف تجي اغلى خاطر برشا استهلاك الماء ما نستهلكش برشا الماء تجيني اغلى يتبدل نستهلك وما نستهلكش في الصيف يغلى الماء باش تخلص ها؟ انا قلت شكون يعاونك؟ عاونوني 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 اما ديما ما عبد عنده كرامه فهمتي؟ انا كان ماشي عندي كرامه ما تلقينيش تو نخدم في الشارع ندبر في راسي مدشي انا من مدش ايديا فهمتني اما الشيء شوف اللي خلص مليون واللي خلص مليون ونص وكل معناها انا غليت علينا انت تتصوري 900 فرانك الدبوزه زيت تولي 8500 ما عادش بالنسبه لولدك اللي بطل القرايه علاش ما تحكيش معاه باش انه يشوف خدمه عمله صغير ومش مستانس مش مستانس بالواحد ماهوش مستانس يولي مستانس ياك مستانس بشوي بشوي من عن الرمش وين يجي يمشي يحرق كل واحد ساعد فيه بالسياسه حكيت معاه في الموضوع هذا نحكوا 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 شنو تقول له بالضبط؟ نقول له ما فماش الدنيا صعبت واحد هو بيدو يعرف هو بيدو يعرف الدنيا صعبت الحمد لله ربي يفرج علينا نطلبوا في ربي بالك شي ربي يفرجها ما نقعدوش هكا نطلبوا في ربي في حاجه مثلا انك تعملها باش تخرج من الوضعيه هذه لا ما عنديش شنو نعمل نخدم هكاك نشري حاجه نبيعها هكاك شنو نعمل نشري حاجه نبيعها هكا ما نجمش نخدم المرمه ولا نخدم ما نجمش تعب خدمه اخرى شنو الخدمه الاخرى هكا اخي هكا اخي دبر 5000 6000 5000 في النهار وما تنجمش تعيش به ما نجم اخي انا عايش بالكدا مش راني عايش الحمد لله الحمد لله كلمه الختام كلمة الختار وربي يفرج علينا وان شاء الله الحكومة تنظر لنا نظرة بها رانا زواولة حرام عليكم بربي بربي يا ربي يا ربي يهديهم علينا والله مش نورمال ما عنيش ما عنيش انا ساعات نجي مش نهار يوصلش العبد ينتحر ما عنيش خيرك نصرف 20 دينار من جيبها كل يوم الحكومة ربي يوقفك منهم الكل الحكومة وربي هذاك فاش نستناو نطلب في ربي يا ربي يفرج علينا